في إطار يعني مثلا مبادرية كفكرة وكتخفيف تزدي يعني ديج الفكرة حما نخفف خيني الشنس المرض السرطان من زيني الشنس المرض السرطان نتسن الشين إلا تعاني ديج المعاناة الطمقة وخصوصا المعاناة وهو المركوب ديالنا غوجدان الأماكن وجدة سكانة إذا تقل العلاج لذلك الخو باذن الله تنطلق المبادره يا خو شنتان سيمانه الكوميا الحمليه ديال نقل المرضى السرطان الى وجده والى اماكن العلاج من المجن طبعا فوزت يعني كفكره وتعجبان هما الشيم ديال المكتب كاعضاء رميدا كتعجب الناس كانت متبقيت نفى اقبال دم قران اقبال نفى دم قران نفيز قني هشم رخو سامح مي رخو رمينو في الإقبالة نقيم الشين يعني سبحان الله غارتنا الإسعافات من الجمالية إقبال دم قران شان ما عرفت تتاري يعني تاري يوذا ولكن الشين غان غير يقين ضد الله سبحانه وتعالى ثم نتقيجنا الرسالة المحسنين نقارى سلقا الشين مبادرية وغاسبوش الجهة الدعميت ورشا إلا ميد نجمع مخ المحسنين نستغل الفرصة يا المسؤولين قارس وشتا نفوس نوم ما استطعتم نشينا الزو شعلة يا إن قوض خسيشة ثم نقارسني المحسنين برا المغرب نغي داخل المغرب نقارسن دعما يعني وين ثم جسقان المبادرة يا نغي الحملة يا نغي المشروع الرائع قوى الله قار فرحتي دي سجين أي ثمث نغي هشن السرطان قينا سجن فرحت تمقرا بل نقودة تخسير هذا نعاود غير نستيزي الأسرار الجمعية شواو يعني وتفع والو قسما بالله العلي العظيم إلا شم مرات نتكمر نشين كأعضاء بونجارة نتقارد من زيغان بلان يزيغان يعني نصربا يجي الحالة نغتنا نغوش دا أماكن نغير سوف نتعطاقش إن شاء الله تعالى نظر تاني يحفظ سيدة رب العالمين أقد نشان نمرو إينو كرئيس أظن شان إن شاء الله تعالى نمرو مجلس كان الحساب البنكي نقارون شو عليا غاومة تخسي إن شاء الله تعالى قفحن زي سيني هشن زي المرض السرطان وذين يوذن ودو من دوم غيني تعالى نسوطس الحالة سوطس يعدو خسن شيميونات واتقنشا أكن يحفظ سيدة ربي سامح ما ربما اعتقدت ونشكر وكرر الشكر كلمة شكر إلى النظر ستيو أحبكم في الله السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم نهار تانسي مش الارتسام أو يجن إبداء الرأي إنه دي الجمعية حتى يتم الضعيف من ثم غادي نغفلنا إيش الجمعية نفتخر بها إيش الجمعية نحن مسرورون بها ذا الجمعية فتية ذا ذي بن صايا اللفظ هذا لكن يعني غاسج الطموح غاسج الإرادة الطمقرة تطاس نتمنى إن شاء الله أطول إلى المبتغى النس وهو الذي يتمكن في إعانة المحتاجين وخصوصا الناس يعني خصوصا هذه المبادرة اللي قاموا بها مبادرة إعانة مرضى السرطان على التنقل إلى وجهات أخرى من بينها المدن الكسمية البعيدة ونشي نغتنم هذه الفرصة لندعو المسؤولين أن يوفروا هذه المستشفيات التي تساهم في علاج مرضى السرطان داخل إقليم الناظور حتى لا يتكبد عناء السفر ومشقة السفر إضافة إلى التكاليف الباهظة التي يحتاجها المريض بالسرطان. إشكال التصل الجمعية يا أتمنى إن شاء الله المزيد من التألق والمزيد إن شاء الله من النجاح في مسيرتها الجمعوية ونتمنى أيضا من الذين المحسنين سواء في داخل أو خارج المغرب أن يقدموا يد العون ويد المساعدة لهذه الجمعية ونتمنى لهم التوفيق ونحن مسرورين بهذه الأعمال الجليلة التي تقوم بها وشكرا لنضل سيتي والسلام عليكم ورحمة الله. الجنان زي الجمعية يا استفدت الطاس الزركين غطاس وكاين غير أروج ذا في عقبد شنا 4 أيام 5 أيام من يتزن كاين غنستافد زي سطاس أنت تازي المحسنين العون شوية الجمعية يا مرخصن من زما خصنا هذا غنعاون ان شاء الله نستافد زيسن الطاس وتجيبو دروست وقع مازال عاد نستافد زيسن انت زي المحسنين النظر اقليم النظر ذاك كل شيء مرض العاون شويه الجمعيه يا
ومن دوم غينيغ نجيز هنا الطاس يحرم القمر ذي سبحان من ما خاص نترا غنتحتاج هنا نا غاس نسجي هنا نحتاج غاس صبحات نحتاج غير فزان نحتاج قوزي نامر من ما واخا نهني وحدان غاس نجي نتونو بين سن عاود توسس جديد نترا غياسن تسند نيني حرام نصبحن الجمعيه يعاود ان شاء الله تيري غنشي نتدارس تيري غادي المستقبل تيري مليح ولكن مزيان غتيري شويه مليح مرا المحسنين يتعاون انتن بمن زي ما خصنا نهني ان الى النمر نسنا مولات وغاري تجيشا نجلس قنا البانكو ما خصنا نسمى تقنا حساب البانكو خاص انترنت تقنيش الموقع على حساب الجمعيه يا لا حنا خاص النمر نسنا دير بانكو شنو نعم سيدي مير ما خصنا من زي ما المستوى نسن نعم سيدي خاص نهني المستوى نسن حرامنا مرضي سبحان مرة ترانكير وتجيبو وينات عاود الجمعية يا ماني ماذا سنترا غنطحن طحن ماني ما خصن ماني ماذا سن ذنيتا النظر وجدة عربات ماني ما شتا وينتن ومن دوم غيني السلام عليكم ورحمة الله. باسمي وباسم العائلة ديالي كنتقدموا جزيل الشكر لجمعية حق اليتيم والضعيف على المساندة ديالها والدعم ديالها لا مشروط للنسيبة ديالي المرحومة اللي يعاونوها بزاف في التنقل و يعني قدموا لنا جميع المساعده الممكنه